رد روسي صارم كان في انتظار انضمام فنلندا الرسمي إلى صفوف حلف الشمال الأطلسي، خاصة وأن هذا تزامن مع استمرار القتال في أوكرانيا وما تعتبره موسكو حرب استنزاف مع الغرب. رداً على توسع الناتو، اكتسبت بعض المقاتلات الهجومية البيلاروسية القدرة على مهاجمة أهداف العدو باستخدام أسلحة نووية. إضافة لذلك، جرى تسليم نظام الصواريخ العملياتية والتكتيكية إسكندر إم للقوات المسلحة البيلاروسية التي بإمكانها العمل بالصواريخ التقليدية والنووية، كما بدأ تدريب الأطقم البيلاروسية في أحد مضامير التدريب الروسية على كيفية استخدام نظام إسكندر إم لحماية دولة الاتحاد. غير أن موسكو ستتابع عن كثب ما سينقله الحلف إلى فنلندا من بنى تحتية وأسلحة، فوضع هلسنكي الجديد قد يسمح لها بنشر قدرات عسكرية يكون من شأنها تحييد نظيرتها الروسية، معطيات لا يمكن لموسكو أن تغض الطرف عنها وفق متابعي. ظهور سلاح نووي في فنلندا على شكل صواريخ استراتيجية قصيرة المدى، مع الأخذ بعين الاعتبار انسحاب واشنطن في عهد ترامب من المعاهدة الخاصة بهذه الصواريخ وأخرى متوسطة المدى، سيعني وضع هذه الصواريخ على بعد دقائق معدودات من مدينة سان بطرسبرج، ما قد يعني بدوره تقييد أو تحييد قدرة موسكو على الرد. وبناء على ما ذكر، ستواصل موسكو مراقبة ما سيحمله انضمام فنلندا للناتو من نتائج، فانضمام هلسنكي غير المتبوع بنشر المعدات أو العتاد النوعي سيكون تقييمه مختلفاً عنه في حال ظهور أسلحة متطورة، سيما وأن الاحتمالين باتا متاحين لفنلندا على إثر انضمامها للحلف. ترى موسكو أن تساهلها مع توسع الناتو وقصرها الرد على بيانات القلق والتنديد سيترجم بإمكانية مواصلة الضغط عليها، من هنا فهي تصف خطوة الحلف الأخيرة بالتعدي على أمنها وتتجه إلى تعزيزه عبر جملة من الإجراءات التي تراها مناسبة. أريش محمد، سكاي نيوز عربية، موسكو.